انا عايز اقف مع حضرتك عند شخصيه بيتسو موسيماني، بعيدا بقى عن كونه مدير فني وبعيدا عن توجيهاته وتبديلاته وخططه الى اخره. انا عايز اتكلم معاك عن شخصيته، واظن واضح قوي قدام الكل في الفتره الاخيره ان هو ملوش بقى في حته ايه التبريرات او ان هو يلبس طاقيه حاجه لحاجه، ويعني فاهم ازاي، هو راجل موضوعي جدا، عقلاني جدا، بيعترف في بعض الاحيان وساعات يمكن حتى بيكون مبالغ. يعني بعد التعادل ما بين الاهلي والبنك الاهلي هو طلع في وسط التصريحات اللي قالها، قال لك انا مش راضي عن نفسي، قبل ما يتكلم عن اداء اللاعبين، انا مش راضي عن نفسي ومش راضي بالتالي عن اداء اللاعبين، ومش هبرر واقول ان في عندنا مجموعه من اللاعبين المهمين طبعا منضمين للمنتخب الاولمبي الى اخره. حضرتك قلت ده ذكاء. طبعا هو ده ذكاء طبعا، مدرب شفناه من البدايه على فكره من قبل ما يجي النادي الاهلي وهو ماسك فريق سان داونز. كان من الحاجات اللي لفتت نظرنا ليه ان هو بيجيب طبعا للتصريحات والكلام، ما بيطلعش اي كلام من بقه، يعني سواء في حاله المكسب او الخساره. بيهتم قوي كمان بالجانب النفسي للعيبه، يعني حتى لو اللعيبه مقصره في بعض الاوقات فهو بيطلع بيتحمل هو في ظهرهم. صحيح، ظهرهم. في مدربين تانيين يطلعوا يقول لك اللعيبه بتاعتي انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، انا مش هنزل العب، انا مش انما هو دايما في صف اللعيبه وفي ظهر اللعيبه. شفناه كمان الكلام ده في اللعيبه اللي بتبقى بعيده عن الملعب او فيها اصابه وبنحس انها رجعت بسرعه، زي ما الشيف قال دلوقتي ان حسين الشحات رجع. ما هو الراجل ده برضه رجع، مش رجع بس مجرد علاج وتأهيل وكلام من ده، ده لازم عشان يرجع بسرعه لازم العامل النفسي والحافز يبقى قوي من المدرب، ان انا محتاجك ولازم يعني تلحق ولازم ولازم. فهو واضح ان هو قريب قوي من اللعيبه، ودي حاجه كويسه جدا ان المدرب يبقى من اللعيبه. شفنا 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 اوقات كتيره جدا جدا الناس اللي ما بتلعبش نفس الدافع والحافز والفرحه زي الناس اللي في الملعب، وشفناها في اكثر من الحقيقه صوره في المركز الواحد يعني.